انسان معناها في كامل مدارك والعقليه. تخيل انت يشد عبد كيف وكيف ويرتكب عليه جريمه ويذبح سفاح راه قتيل ارواح، معناتها وين ما يمشي يقتل في الصباح في النهار في الشارع في قهوة في رستوران في الدار. نجم يكون إنسان مريض عنده مرض نفسي معين خليه معناها تحت تأثير أي حاجة خليته معناها يرتكب الجرائم هذوما. سمعنا فيسبوك والناس حكت عليه فما برشا عبيد يراو فيه بطل، كان كل مرة يطلع لنا سفاح يقتل خمسة وستة وسبعة وعشرة ونلموا الموضوع ونحطوه في إطار قاتل ونحطوها في إطار جريمة وخبوها، راهي مش ولينا مشكله كبيره مع الـ مع الـ مع الوقت. فما خبر سمعناه الايامات هذه فما سفاح في سوسه، اسكو سمعت به ولا لا؟ اكيد سمعت به كما تبان سيكون. اي سمعت به. حسب رايك حقيقه ولا اشاعه؟ المعلومه ثابته هي الدوله تاكد معناها وزاره الداخليه والامن هو ياكد هذه معلومه ثابته ولا اشاعه. ما فما احنا اللي سمعناه واللي شفناه واللي حكينا عليه ما شفناش. معناتها احنا كمواطنين ما شفنا حد شيء، ما هي حكايه سمعناها ما مش غريبه. مش غريبه، اثنين سفاح راهي عندها معنى بين مجرم وبين سفاح، سفاح راهو قتيل ارواح، معناتها وين ما يمشي يقتل. في الصباح في النهار في الشارع في قهوه في رستوران في الدار فين ما يشوف عبد يقتلو، هذاك سفاح. اما هذه صارت حاله ولا اثنين ودليل انه هاي وقفت، شنو معناها؟ اسكو الامن وقفوا ولا لا؟ شدوه ولا ما شدوهش؟ سفاح معناها راهو قتيل ارواح، من ما ترى روح يقتلها. هذا صارت سمعنا معناها انا واحد من الناس اللي سمعته تقريبا سمعت ثم ثلاثة حالات. هاي ثلاثة. هكاكا معناها. كل حالة ميتة بطريقة، مش نفس الطريقة. فوالا معناها نجم تكون لأغراض. ينجم يكون انتقام. ينجم يكون فما حاجات شخصية، ينجم يكون مرض نفسي، ينجم يكون إنسان مريض عنده مرض نفسي معين خليه معناها تحت تأثير أي حاجة خليته معناها يرتكب الجرائم هذوما. ما يبقى اسمه مجرم بالنسبة لي أنا، يبقى اسمه مجرم مش سفاح. سفاح عندها قوله، سفاح راهو يتنقل ما يعمل جريمة في بلاصة معينة، مش سفاح سوسة، هو ما اختارش باش يكون سفاح سوسة، خاطر كان جاي سفاح سوسة راهو عمل أكثر من 100 حالة معناها، وقتها نولوا نحكوا على سفاح، أما حالة واثنين وثلاثة أنا نحس برأيي معناها مجرم تحت تأثير نفسي، تحت ضغط نفسي لانتقام لغاية معناها في نفسي عقوب، ارتكب الجرائم هذوما، دور الداخلية والأمن تتعاقب، دور القضاء في الحكم عليه في حالته النفسية في شنو، هي تعطينا المعلومات هذوكم الكل، ومن بعد نحن نقروا. ونحكموا اسكو هو سفاح، خاطر سفاح راهو يقتل لغايه القتل. اما هات القضاء. وصل للقضاء ولا ما وصلش؟ تحكم عليه ولا ما تحكمش عليه؟ بناء على شنو تحكم عليه؟ تعدى على طبيب نفسي ولا ما تعديش؟ وقت الطبيب يعطينا حالته النفسيه شنو هي؟ هل هو في كامل مدارك العقليه؟ يجي انسان معناه في كامل مدارك العقليه، تخيل انت يشد عبد كيف وكيف ويرتكب عليه جريمه ويذبحه ولا يقتله لاي سبب معناه كيكا؟ امبوسيبل ما تجيش. حسب رايك ثلاثة جرائم قتل واحد هو المتورط والا حسب رايك كل جريمة فيها قاتل؟ ينجم يكون نفس الشخص راهو عمل الجريمة، أما شنو الرابط ما بين ثلاثة أشخاص في ولاية واحدة معناتها في سوسة؟ شنو العلاقة اللي بينهم هما الأربعة؟ نجي نحلوها نحن، شنو العلاقة اللي بينهم هما الأربعة؟ الثلاثة ضحايا والمجرم، شنو العلاقة؟ ينجموا في نهاية الأمر يكونوا الأربعة أصحاب. في جلسة خمرية، في مسألة متاع فلوس، في حكاية متاع دروب، واحد من الأربعة قتل الثلاثة الآخرين، كل واحد قتلوا بطريقة، شنو العلاقة؟ تنجم تكون مسألة متاع عائلية، تنجم تكون مسألة متاع شرف، تنجم تكون وراها امرأة الحكاية كل في الأخر، احنا ما نعرفوش الحيثيات متاع الجريمة شنو أسبابها، خاطر ما عنديش المعلومات الصحيحة، حتى كي نسمعوا قيل وقال، أما الثابت والأكيد ما فماش، وبالتالي كل واحد ينجم يتصور كل شيء. انا ما نربطهاش سفيح قاتل يعني يمشي في الشارع، انا حسب رايي ينجم فنه وسفيح يقتل الصغير يقتل المراه يقتل الصبيه يقتل المراه الانسان وحده. إيه كسفيح ينجم يختلي باي انسان يراه وحده يمشي يقتل ويتعدى ما تفيقش به. نولوا نشوف الجثث مطيشه في كل بلاصه، في تواليت نتاع قهوه، في رستوران، في بار، في مدرسه نتاع صغير نتاع امراه، هيك تسمى سفيح قاعد يقتل للقتل. اما هذوما هات اعطونا المعلومات الصحيحه. الاربعه هذوما ثلاثه موته واللي قتلها، شنو العلاقه اللي تجمعهم ببعضها؟ وعلاش في نفس البلاصه؟ علاش مش واحد في مهديه، واحد في سوسه، واحد في نفس الولايه هما ما فماش قرابه، كل ولايه تجمعهم. اي ما فماش قرابه دموي، تنجم تكون مصالح.
تنجم تكون فما طفلة في الحكاية، نجم يكونوا يعرفوا بعضهم في خدمة، في رستوران، في قهوة، هذا كل ممكن معناه. كي نفهموا الحكاية ذي وذي شكون اللي يعطيهون المعلومات هذه تعطيهون كان داخلية وتحقيق. لما الداخلية في أمنها تلقي القبض على المجرم وتعمل تحقيقات نتاعها والقضاء يعمل إجراءات ويخدم خدمته، يعطونا الحيثيات القضية على أساس شنو شنية الحيثيات الكل، وقتها نجمو نحكمو هو سفيح ولا ما مجرم، ربما هو ضحية. كيفاش ضحية يقتل ثلاثة عباد؟ أي نعم، أي نعم، لو كان ثلاثة عباد هذوما اعتدوا على شرف ما يمحي كاع احنا عنا كالمثل نقولوه، ما عرفش الناس الكل تقبلوه ولا ما تقبلوش، وما احنا لتو مازلنا في عاداتنا ما يمحي العار كان الدم. لو هذوما ثلاثة اعتدوا على أخته أو أمه أو بنته شنو تحبوا يعمل؟ يمشي يشكي الرئيس المركز ويقول له راهو هكا وهكا. فما قانون في البلاد. قانون في مسألة. احنا كان باش نوليو نخلصوا بالدم تقول كلنا نقتلوا بعضنا. فهمت؟ علاش يلزمنا كلنا نقتلوا بعضنا؟ مادام أنت قلت لي. ما تعديش على شرفي. اسرقني في فلوسي نمشي نشكي بيك ونا تعدي لي على حانوتي أما تعدي لي على شرفي. هل القضاء لما يصدر حكم في الشخص اللي يتعدى على شرف مش يرجع لي حقي انا؟ مش يحكم عليه بالاعدام جدلا اقصى عقوبه هو تعدم، اما انا شرفي وين؟ رجع ولا ما رجعش؟ هكا تعدم انا هو تعدم خلاص، هو مش يموت يعني عن طريق الاعدام هذاك ولا تضربه كهرباء والا اللي مش يموت في نهايه الامر، اما انا الشرف اللي خذيه مني باش ترجعوا لي انت كقاضي واللي هو مش باش يرجع، اما بلادنا بلاد قانون ما نجموش راهو نتصرف على كيفنا. لا لا ما نصرفوش، انا عطيتك هذه عقليه يعطيك الصحه. فما سامحني ادخل بارونتيز عقليه سامحني في الكلمه نتاع تخلف ما تجيش. لا لا مش تخلف، علاش تخلف؟ وقتاش تحبني انا ما ننتقمش؟ انت اعمل قوانين تحميني انا، تحميني انا شرفي، وقت اللي احنا نحمو شرفنا ونحمو الاعتداءات خاصه في اللي تمس في الامور هذيا، فهمتني؟ وقت تو حتى حد ما يعتدي، اخي انا مش نجي كيك نعتدي على انسان؟ شنو هاو مثلا هو تو هذا الثلاثة اللي قتلها جدلا من عائلة واحدة، هل خوهم الرابع هم ثلاثة ميت وخوهم الرابع ولا أبوهم مش يقعدوا يستنيوا القضاء اللي يرجع لهم حقهم ويرجع لهم دمهم؟ انت في بلاصته اش تعمل في بلاصتهم؟ في بلاصت لو كان اللطف لا قدر الله جو من عائلتك ولا تعرفهم؟ ما فماش حتى حل انه يموت قد ما ماتوا هم يموت هو. قد ما تأل قد ما تألمت انا واهلي وعائلتي قد ما هو يزمو يتألم هو في شخصه، ما نمشيش لما وراه. خاطر ريت لهنيكي نحكوا، احنا نشوفوا في المجازر مثلا اللي تعمل فيها اسرائيل في غزه. ثم عباد يقول لك ليه والله الغزاويين كي يلقوا مواطن اسرائيلي يلزمهم يحترموه ويحبوه ويوكلوه ويشربوه ويلبسوه، هما يقتلوا في نسانا ويقتلوا في صغارنا، واحنا محلينا باسم الدين والاخلاق وكل الحاجات هذوك الكل قاعدين نبنوا بهم ونوكلوا فيهم وندعوا فيهم. احنا لازمنا ناخذوا العبره من غزه. هما الاسرائيليين كي يشوفوا الغزاويين، نعطيك انا حاجه سامحني حتى كان بدلنا الموضوع. كانوا جماعه اسرائيل ياسر ملحين ومصرين على اعاده الاسرى اللي في غزه هكا، ولا شوف تو ولاو مصرين على انهم يقتلوا ما عادوش يتكلموا على الاسرى، علاش؟ خاطر تهنوا عليهم في ايادي امينه، خلينا نكملوا الحربه. وذوكم انا ياكلوا يشربوا شيخين، خلينا نكملوا نقتلوا نساهم وصغارهم باش ما يكبروش لينا الصغار ويولوا يهزوا سلاح، وخلينا نقتلوا نساء باش ما يعاودوش يحبلوا ويولدوا ويجيبوا لنا مقاومين اخرين، ومن بعد ما نوفوا الحرب وندمروا غزه ونقضوا عليها، تو نقولوا لهم هاتوا لينا كالاسرى، ويجوا خذوا اسرى اخرين. ريت كيفاش ولت؟ بينما كان جو الغزاويين كل ثلاثة ايام يخرجوا اربعه من الاسرى ويذبحوهم ويحرقوهم ويعملوا فيها من هذاك الكل، رم الاسرائيليين الكل والعالم الغربي الكل راهو يرعش وراهم شيء يجري وراهم وقفوا الحرب وراهم قال لك اعطينا الاسرى نتاعنا. الله غالب مسلمين احنا ما نجموش نعملوا كيفهم. والحمد لله وهذا فضل ربي علينا. عندنا دين اسمه الاسلام. هذا فضل ربي علينا وهذه الميزه نتاعنا، وانه احنا الاجر نتاعنا مش في الدنيا في الآخر عند ربي بإذن الله، أما نرجع وما يبقى ديما راهو عندنا. أنا مش قلت لك أنا مع الانتقام راهو، أنا ضد الانتقام، أما ثم عقلية ينجم السيد هذا، احنا جبناه على السفيح اللي سمي سفيح، اش قلت لك ينجم يكون ضحية بالعقلية نتاع برشا توانسة مازال تو في الأرياف وفي بلايص معناها داخلية في تونس مازالوا يخاموا بالانتقام، وأنه الحاكم ما يعطينيش حقي، حقي ناخذه بذراعي، فهمت شنو؟
ينجم يكون ضحيه ماني يعني باش نلغوا فكره السفاح، ينجم يكون هو الثلاثه ذوما اعتدوا عليه في حاجه معينه، في شرف، في فلوس، في حاجه، فانتقم منهم لا اكثر ولا اقل. حتى لو كنا ضحيه ما نجمش نبرروا القتل راهو. طبعا ما بررتش، ضد كيفاش نقتل؟ ما نقتلش يعني، ما هذا ما مش تبرير، اما نعطيتك وصف ينجم يكون بدل ما نسموه سفاح. شو تحب نردوا اسمه؟ قاتل في نهايه الامر هو. متسلسل. قاتل، هو قاتل، هو قاتل يقتل شخص ولا مية قاتل، اما وقتاش يولي سفاح ولا يولي وقت اللي يقتل تونس كامله ذا اللي تحب تردوا سفاح. لا 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 مش وقت اللي يقتل، لا لا مش هكاك، وقت اللي الطبيب النفسي يأكد انه هذا في كامل مداركه العقليه. وقت اللي القتل قاتل من اجل القتل، لانه يعني يحب القتل قتل، ما عندوش حتى سبب وما عندوش حتى غايه. مع عباد لاباس عليهم وعديوهم على الطبيب النفسي وخرجوهم مهبله. بالترافيك. بالترافيك. انا نحكي لك أنا لا لا انا توا نحكي معاك سمحت، انا نحكي معاك توا من غير ترافيك ونحكوا في تقرير صحيح 100% مبني على طبيب مهني عنده ضمير شخص القاتل تشخيص صحيح. عندنا في تونس شكون في كامل مداركه العقليه ويقتل، راهو كيما تولد هذا سفاح راهو ثم سفاحين اخرين. وديجا مش اول مره يجي سفاح في تونس. سمعنا بسفاح نابل هذاك سفاح. هذاك هذاك سفاح يا خوفي يطلع كيما سفاح نابل. يعطيك الصحه ريت علاش قلت لك راهو يلزم تشخيص، خاطر كان يطلع سفاح راهو مش يجيو راه سفاحين اخرين مش واحد. وكان كل مره يطلع لنا سفاح يقتل خمسه وسته وسبعه وعشره ونلموا الموضوع ونحطوه في اطار قاتل ونحطوها في اطار جريمه ونخبوها، راهي مش تولينا مشكله كبيره مع الـ مع الـ مع الوقت، خاطر توا نحن من المجتمع التونسي ديجا هو في عايش في ضغط نفسي كبير برشا، هو تمسه يترشى اقل حاجه يعمل مشكله، فما بالك كان تولي ظاهره وتولي خاصه انا رينا معناها سمعنا فيسبوك وناس حكت عليه، فما برشا عباد يراو فيه بطل.